هذا صور صور سجية. هذا الصور الذي ترونه جميعا الذي وجه بالإهمال وبعدم الاتراك وبتأثير الآخر بعدم معرفة قيمته وأهميته ودوره. جمعية الإبداعات وضعت في عنوانها جمعية الإبداعات للثقافة، وصور السجين ينتمي إلى مجال الثقافة. فأكيد وأكيد أن من أبرز مقاصدنا وأهدافنا وغايتنا هو الحفاظ على هذا الصور ودميته وجعله إن شاء الله قبلة سياحية. لا أطيل عليكم، أعطي الكلمة للأستاذ، سأترك الكلمة عفوا للأستاذ أحمد سلوان الكاتب والمؤرخ والأستاذ الجامعي. تزمرت هي كلمة من أزمور، وأزمور هو الزيتون الذي لا يثمر والذي نسميه الزبوز، وتزمرت بمعنى المكان أو الغابة، غابة أزمور. وفي هذه الأونة بدأت هذه الشجرة تحيا من جديد كما تحيون أنتم اليوم تراث المنطقة. هذه القبيلة كانت معروفة بالجندية، بالفروسية، بالشجاعة، بالبسالة، بالإقدام، خاصة في العصر السعدي حيث أخذ منها أحمد المنصور مجموعة متراصة قوية تتصف بالشهامة والشجاعة، وجعلها ترافق ابنه بني زيدان. تزمرت ظهر صيتها وشاع ووصل إلى بقاع خارج التراب الوطني. تزمرت خرجت في أول أمرها إلى التخوم الإفريقية التي تسمى اليوم بموريتانيا وبمالي وبالنيجير. فأحمد المنصور الذهبي استقدم مجموعات من هؤلاء الأفارقة إلى تزمر، حيث كانوا يدا عاملة في معامل السكر. ومعامل السكر هي ما يسمى اليوم بالمنظومة الاقتصادية السعدية. المنظومة الاقتصادية السعدية هي اعتمدت معامل سكر رواف، يعني سكر شاطئ نهر سوس. فعلى مقربة منكم هناك معمل سكر ولاد مسعود، ومن معمل سكر ولاد مسعود إلى معمل سكر تزمرت. هذا ليس بسهول استسمح الأخ، فهو الساقية التي كانت تمر من أعلى الجدار ومياهها تصب على مروحية تدور بسرعة لتجفيف السكر. إذا انتقلتم إلى عين المكان
فإنكم ستلاحظون أثر تلك المروحية في الجدران، وكان دورها أنها تدور بقوة المياه la force éolienne، وبتلك العملية يجفف السكر المسمى بالتبرزندي. الآن عندنا السكر السباع، عندنا السكر ديال الفرادة، عندنا شيء، ولكن ذاك الوقت كان سكر تزمر يسمى بالتبرزندي. وقلت لكم بأن سمع التزمر في دول عظمى الأوروبية مثل فرنسا، مثل الإنجليز، مثل ألمانيا. كانت ملكة بريطانيا لا يحل لها الشاي إلا وإن كان محلا بسكر التبرزندي اللي هو من تزمر. وبتزمر معنيان، هذا اللي هنا كيتسمى معمل ديال اخر الخدمات. وعلاش داروا هنا؟ لانه قريب الى الطريق. ماشي هاد الطريق باش كنجرو حنايا السيارات ديالنا، ولا الطريق ديال القوافي الصحراويه اللي كانت كتقطع من هنا الجمال كيجمعوا السكر وكيدوزو ريميز. عرفتوا ريميز فين كاين؟ عمركم زرتوه؟ خاصكم تشوفوا ريميز باش تشوفوا مكونات المعمل السكر ديال ريميز. القاسم المشترك بين هذا وبين هذا هو الحائط حيث تمر الساقية والمروحية للتجفيف. إما هذاك المعمل اللي تما فيه سهريج، غتلقاو ما تبقى، بقى واحد السهريج كبير. هذا كله تشوف حتى استعمال المياه عند هذاك الفكر السعدي في ذاك الوقت، يجمعون المياه في ذلك السهريج الكبير، وذلك الماء يستعمل في سقي قصى السكر. هذيك الغابة كلها الآن اللي كنشوفوا منها من أصبح قاحلا، ومنها من بإذن الله إن الله يحيي الأرض بعد موتها، أصبحت تنتج بعض الخضروات من دجاج، من فلفل، من بطاطا، من كذا. هذوك هما المزارع ديال السكر اللي كانت تعتمد في صناعة السكر في المعامل ديال تزمر اللي هما المعمل الكبير. راه غادي تلقاو الفرار تما، غتلقاو البقايا تنسموهم بلغة الثقافة اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سعيد تيتكي منسق لجنة ثقافية من داخل جمعية الإنبياء تزمرت. اليوم كانت عندنا ندوة تواصلية حول موضوع تاريخ تزمرت العريق الذي قدمه وأطره السيد الأستاذ الباحث والمفكر الأستاذ أحمد سلوان، الذي اختار أن يتحدث لنا عن المعلمة التاريخية معمل السكر بتزمرت و المناطق المجاورة لتزمرت التي تحتوي على معامل سكر أخرى. هذه المعامل التي أهملت وتدورت مع التاريخ منذ عهد السعديين. الأستاذ أعطى كذلك حلولا للجمعيات للنهوض بهذا المجال الثقافي في المنطقة، ونشكر السيد أحمد سلوان على قبول الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مريم بوكيوم ساكنة تزمرت، طالبة في جامعة ابن زهر. اليوم جا عندنا الحاج سي الحاج سلوان اللي قدم لينا اللي هضر لينا على واحد التراث اللي كنا كنغفلوه، واستفدنا منه بزاف، استفدنا منه بزاف ديال الحوايج لدرجة أنه تعلمنا منه شي حوايج اللي ما كناش أصلا كنعرفوهم، وكنشكره بزاف على كل شيء. هذه المعلومات اللي عطانا اللي كنا كنغفلوها. انا محمد قرقاو كنشكر السيد الحاج احمد سلوان اللي جاء عرفنا بالتاريخ ديال تزمرت والنواحي ديالها والمتورات ديال التعليمات التاريخيه، وكنشكروه بزاف بزاف بزاف
والله نخرج على لالة الحسن محمد السادس، والله يجعل لي الشفاء في أموره، والله ما يربي غفر لمحمد السادس والحسن الثاني وجميع الشرفاء العلويين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحال بيكون تقريبا في هذا، شحال بيكون في عمر هنا؟